إذن على بركة الله، قلنا في هذه الحصة إن شاء الله غادي نهضروا وغادي نشرح لكم أول درس من دروس الدورة الثانية، هو نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة. هذا الدرس هو الدرس الأول من دروس الدورة الثانية، وهو الدرس الخامس من دروس تاريخ العالم، لأن خصنا ملي نكونوا بغينا نقراو من الأفضل نقراو تاريخ العالم كله، من العالم غدا الحرب العالمية الأولى، ومن بعدها الثورة الروسية وأزمات الديمقراطية الليبرالية، ومن بعدها أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929، ومن بعدها الحرب العالمية الثانية، ومن بعدها نظام القطبية الثنائية ونظام القطبية الأحادية وتصفية الاستعمار. يعني نمشيو بداك الترتيب، علاش؟ لان ملي كيجي الموضوع المقالي يمكن يعطيونا على تاريخ العالم ويجمعوا لنا ما الدروس اللي كاينه في الدوره الاولى مع الدروس اللي كاينه في الدوره الثانيه، هذه واحد. وعاود تاريخ العالم الاسلامي ملي نكونوا كنهضروا على المغرب، حتى هو نقراو المغرب من اول درس حتى نساليوه، لان الموضوع كيبقى هو هو، المجال المدروس كيبقى هو هو، اللي كيتغير هو الاحداث فوقاش وقعات. بحال في المغرب المجال المدروس في الدروس ديال المغرب كيبقى هو المغرب، ولكن كاين احداث اللي وقعات قبل الحرب العالميه الثانيه، وكاين احداث اللي وقعات من بعد الحرب العالميه الثانيه. اذا من بعد الحرب العالميه الثانيه غادي تميز العلاقات الدوليه بانقسام العالم الى قطبين، قطبين هما قطب اشتراكي كتقود او يقوده الاتحاد السوفيتي، وبالمقابل قطب رأسمالي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. قطبين، قطبين اشتراكي هو اللي بالأحمر والدول اللي تابعة عليه، ورأسمالي هو اللي بالأخضر والدول اللي تابعة عليه. وهاد الدول القطب الاشتراكي والقطب الرأسمالي أو كيتنافسوا وكيتصارعوا فيما بينهم على شكون يسير العالم، هل الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي أم الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. وما كاينش شي واحد فيهم جد على الآخر، ملي تنقولوا قطبين يعني بجوجهم متقدين، كاين توازن على مستوى العسكري وعلى مستوى السياسي وعلى مستوى يعني النفوذ، ويعني كاين واحد التوازن ما بيناتهم، وكاين صراع حاد بيناتهم على شكون فيهم اللي يفرض المبادئ ديالو على العالم، شكون يفرض المبادئ ديالو على العالم. وهذا الصراع اللي كان بيناتهم اصطلح عليه بالحرب البارده، وغادي تسمى بالحرب الباردة لأنها لم تصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة، يعني ما تلاقاوش فاس فاس، كان صراع إيديولوجي كل واحد كيبغي ينشر الفكر ديالو والمبادئ ديالو، كان صراع اقتصادي، كان صراع عسكري، كان صراع سياسي، كان صراع في أو توتر ما بين الطرفين في مجموعة من المجالات، ولكن هذا الصراع لم يصل إلى الحرب المباشرة، ولذلك سمي هذا الصراع وهذا التوتر باصطلح عليه بالحرب الباردة. وهذه الحرب الباردة أو هذا النظام الذي ميز العالم غادي يبدأ من الحرب العالمية الثانية، وسيستمر إلى نهاية الثمانينيات بسقوط الاتحاد السوفيتي. طاح الاتحاد السوفيتي وأصبح العالم يسير بقطبية واحدة أو قطب واحد يقود العالم، هو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن في هذا الدرس حنا الأهداف اللي خصنا نوصلوا لها شنو هي؟ أهداف الدرس غادي نشوفوا كيف جاءت هذه القطبية الثنائية، الظروف أو الأحداث التي أدت بالعلاقات الدولية إلى قيام نظام قطبية ثنائية أو انقسام العالم إلى قطبين. إذن ظروف بروز نظام القطبية
الثنائية. كيف أو سياق ظروف عوامل أو لا السياق التاريخي لبروز نظام القطبية الثنائية؟ كيف انقسم العالم إلى قطبين؟ والحدث الثاني أو الهدف الثاني هو التمييز بين مراحل الحرب الباردة وخصائص كل مرحلة. إذن إلا شديتوا معايا هاد جوج مزيان، الأول تعرفوا الأسباب أو العوامل من الأحسن ولا الظروف ولا السياق اللي بقينا كنهضروا فيه على ظهور قطبين، هذه واحد في العالم. ثم المرحلة الحاجة الثانية هو نعرفوا المراحل اللي مر منها الصراع ما بين القطبين، وديك المراحل اللي كتسمى مراحل الحرب الباردة. إذن نبدأ على بركة الله بتحديد الهدف الأول هو تعرف ظروف بروز نظام القطبية الثنائية، يعني كيف برز هذا الخلاف وهذا الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ضد الاتحاد السوفيتي. كيف برز هذين القطبين؟ كيفاش نقسم العالم لهاد الجوج ديال الأقطاب اللي كيختلفوا من حيث الفكر ديالهم ومن حيث السياسة ديالهم ومن حيث الاقتصاد ديالهم؟ فكل واحد عنده سياسة مخالفة للآخر، كل واحد عنده اقتصاد مبني على أسس، واحد على نظام اشتراكي، واحد على رأسمالية، واحد مبني على التعدد ديال الأحزاب والديمقراطية، واحد مبني على سياسة الحزب الواحد، واحد عنده فكر إيديولوجي يقوم على يعني الشيوعية، واحد نظام رأسمالي على الحرية وعلى الآخر. إذن متناقضين متعارضين يقودان العالم. شو كان يتلاقوا يتفرقع العالم بحال دابا، وكان اللي ناضوا الاتحاد السوفيتي دابا ناضوا الروس الميريكان ولا الأوروبا ناضوا وشبكات الحرب، قدر العالم يتضمر. علاش؟ لأن تقدر تطور الحرب استعمال الأسلحة النووية الفتاكة اللي تقدر تدمر الكرة الأرضية كاملة، ها؟ وبالتالي كان جوج قوى جوج قوام بجهدة كتسير العالم. غادي نشوفوا كيفاش برزوا هاد جوج ديال القوى وكيفاش برز الخلاف بيناتهم، كيفاش برزوا وكيفاش برز الخلاف بيناتهم. إذا نبداو الحدث الأول ولا الأهم الأحداث، هو أول حاجة بعدها هو أن اللي كان مجهد في العالم هو فرنسا وبريطانيا، كانوا مجهدين في السياسة الدولية. بريطانيا خطيرة، ورحنا شفنا الحرب العالمية الأولى والدور ديال بريطانيا وفي الحرب العالمية الثانية وفرنسا، وشفنا أيضا منذ انطلاق كاع الرأسمالية اللي انطلقت من إنجلترا الثورة الصناعية، وشفنا القوى الاستعمارية المجهدة في العالم هي فرنسا وبريطانيا. لكن الحرب العالمية الثانية أثرت على مكانة فرنسا وبريطانيا وتراجعت. إذن الساحة قد تتخوى الاتحاد السوفيتي والأمريكي اللي غادي يبرزوا. إذن الحاجة الأولى هو تراجع مكانة فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وبروز الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كقوتين كبيرتين. إذن الحاجة الأولى هو الحرب العالمية الثانية فادتهم، استفدت من الأمريكان واستفد من الاتحاد السوفيتي، لأن لا عاقلين فاش كنا كنشرحوا الحرب العالمية الثانية شكون يتفوق؟ فالاتحاد السوفيتي جاء من جهة الشرق وانتصر على الألمان في معركة ستالينغراد واجتاح أوروبا الشرقية، وعود الأمريكان أنزلت القوات ديالها في الشمال ديال فرنسا في منطقة نورماندي، وتم تحرير فرنسا وحاصرت النازية من جهة الغرب،
وبالتالي ظهر تفوق كبير ديال الجيش الالماني الامريكي والجيش السوفيتي، وبالتالي الحرب نتج عنها بروز قوتين كبيرتين. فرنسا كانت مستعمرة، يعني المكانة ديالها تراجعت بفضل او بفعل الاستعمار ديالها من طرف النازية. بريطانيا واخا ما استعمرتش ولكن ما بانش ديك التفوق ديالها في الحرب. اللي بان في الحرب مزيان بانت الامريكان والاتحاد السوفيتي. اذا الحرب العالمية الثانية ساهمت بشكل كبير في بروز الخلاف وفي بروز هذه القوتين. الحاجة الثانية هو مؤتمر يالطا. مؤتمر يالطا هو مؤتمر انعقد في فبراير قبل ما تسال الحرب، فبراير 1945 قبل ما تسال الحرب انعقد في فبراير هذا مؤتمر يالطا، وحضروا الرئيس الوزراء ديال بريطانيا تشرشل، والرئيس الامريكي روزفلت، والرئيس ديال الاتحاد السوفيتي ستالين، و جلسوا في هذا المؤتمر باش يتفاهموا على كيفاش يساليوا الحرب، وشنو غادي يديروا مع الدول المنهزمه، وشنو غادي يديروا مع الدول اللي كانت تتأيد النازيه، وشنو غادي يديروا وشنو غادي يديروا. وبرز يعني واحد الخلاف بيناتهم على مستوى التفاهم والوصول الى مجموعه من المقترحات. دار مؤتمر يالطا فبراير 1945 وبروز خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. ثم من بين الأحداث اللي وقعت هو أن الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الحرب، هي اللي سالت الحرب العالمية الثانية. إنهاء الولايات المتحدة الأمريكية الحرب، سالت الحرب بالهجوم ديالها على اليابان، إلقاء قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناكازاكي، رغم ان كان تنسيق ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه من اجل الهجوم المشترك على اليابان، ولكن الامريكان حسمت الحرب لمصلحتها باش تبان هي المتفوقه وهي المجهده. وبالتالي صراع بقات تبان البوادر ديال الصراع من الحرب العالميه الثانيه، من نهايه الحرب من طرف الامريكان والمؤتمر ديال يالطا، قتيبان نوع من الخلاف. زيد سيدي الاتحاد السوفيتي اش غادي يدير؟ غادي يمد النفوذ ديالو على دول اوروبا الشرقيه. نوريها لكم، ملي انتصر الاتحاد السوفيتي في معركة ستالينغراد غادي يمد النفوذ ديالو على دول اوروبا الشرقية، وهذا ما اعتبرته بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية فهما خاطئا لمقررات مؤتمر يالطا. الاتحاد السوفيتي يعني فهم المقررات بشكل خاطئ ومد نفوذه على دول اوروبا الشرقية، و أقام أنظمة اشتراكية بهاد الدول ديال أوروبا الشرقية. وهاد الإجراء اللي داروا الاتحاد السوفيتي ما غاديش يعجب الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرته بريطانيا أو رئيس الوزراء البريطاني بمثابة ظهور قطبية أو انقسام العالم إلى قطبين. لاحظوا معايا الستار الحديدي. إذا هاد الإجراء اللي داروا الاتحاد السوفيتي اعتبره رئيس الوزراء البريطاني بمثابة ستار حديدي، يعني بحال واحد الصور اللي غادي يتبنى. هذا تعبير مجازي، ستار حديدي هو تعبير مجازي غادي يعبر به رئيس الوزراء ديال بريطانيا على الإجراء اللي داروا الاتحاد السوفيتي عن طريق نشر الاشتراكية اللي شدات من لهنايا من الشمال أوروبا بحر البلطيق وهدات حتى الشمال ديال اليونان وشدات دول أوروبا الشرقية كاملة. لاحظوا معايا، لقد عملت دائما من اجل الصداقه مع روسيا. هذا مقتطف من برقيه ديال رئيس الوزراء البريطاني تشرشل. لقد عملت دائما من اجل الصداقه مع روسيا، ولكنني مثلكم اشعر بقلق شديد بفعل تاويلهم الخاطئ لمقررات يالطا. يعني ان الاتحاد السوفيتي فاهم مقررات مؤتمر يالطا بشكل خاطئ. ها اني اذ تدخلوا في بولونيا
وعززوا نفوذهم في البلقان، بل وشجعوا على تبني الشيوعية في عدد من الدول. والأخطر من ذلك أنهم قادرون على تحريك عدد كبير من قواتهم العسكرية. لقد أسدل ستار حديدي بيننا وبينهم، يعني أن هذا الإجراء لدار الاتحاد السوفيتي وغزوه لبلدان أوروبا الشرقية ونشر الاشتراكية بها اعتبر بمثابة واحد الصور من الحديد، قسم العالم إلى قسمين، الشراكية في الشرق ديالو ورأسمالية في الغرب ديالو. لقد أسدل ستار حديدي بيننا وبينهم، ونجهل ما يحدث وراء هذا الستار. ويظهر أن المناطق الواقعة شرق خط يمتد من لوبيك في الشمال ديال ألمانيا، إلى تريستي في شمال شرق إيطاليا كينا، إلى كورفو في شمال غرب اليونان، ستخضع قريبا جدا لسلطتهم. وهكذا سيتشكل حزام يبلغ عرضه مئات الكيلومترات، يحتله الروس ويعزلنا بشكل نهائي عن بولونيا. إذن كتلاحظوا بأن الاتحاد السوفيتي مد نفوذه بأوروبا الشرقية، وهنا بان الانقسام ديال العالم وبانت البوادر ديال القطبية الثنائية. مد الاتحاد السوفيتي نفوذه بأوروبا الشرقية وإقامة أنظمة اشتراكية بها. إذن بانت هنا برا العالم، بانت البوادر ديال القطبين. إذن هذا الحدث سبب من الأسباب الرئيسية لانقسام العالم إلى قطبين. ومن هنا جاء السياق ديال القطبية أيضا الثنائية. من هنا من بين الأحداث الأساسية والعوامل الأساسية هو هذا الإجراء اللي داروا الاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة الأمريكية عاوتاني هذا الإجراء ما غاديش يعجبها، وكرد على هذا الإجراء ستقوم بإطلاق مشروع مارشال. نات الأمريكان وقدمت حلفاء الولايات المتحدة دول استفادت من مشروع مارشال. الرئيس الأمريكي ترومان اللي غادي يجي من بعد روزفلت غادي يخرج واحد المشروع يتسمى مشروع مارشال، وغادي يطبقوا الوزير الخارجية ديال الأمريكان اللي كان سميتو ديك الساعة جورج مارشال. جورج مارشال تسمى بسميتو هذا المشروع، وهذا المشروع الهدف منه هو تقديم دعم للدول أوروبا الغربية من أجل محاصرة الاشتراكية. إذا الاتحاد الأمريكان باش تحاصر الشيوعية وما تخليهاش تزيد، نات قدمت الدعم لمجموعة من الدول ديال أوروبا، ألمانيا الغربية، فرنسا، إيطاليا، اليونان، باش تحاصر الاشتراكية. وقدمت حتى كوريا الجنوبية واليابان في آسيا. إذا إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية مشروع مارشال لمحاصرة الاشتراكية، يعني باش تدعم الدول ديال أوروبا الغربية وتحاصر المد الاشتراكي. وبالتالي هالخلاف بقى كيزيد يتعمق، وهالبوادر ديال الانقسام القطبين، هالاشتراكية برزات وهالرأسمالية برزات، وهالخلاف زاد التوتر وغادي هو كيزيد. والاتحاد السوفيتي عاوتاني كرد على مشروع مارشال ما غاديش يسكت، اطلاق او انشاء الاتحاد السوفيتي مكتب الاعلام الشيوعي بين قوسين سميتو كومين فورم سنة 1945، والهدف منه لدعم الاحزاب الشيوعية في ومحاصرة مشروع مارشال أو مواجهة مشروع مارشال. إذا الاتحاد السوفيتي عاوتاني غادي يطلق إنشاء مكتب سميتو مكتب الإعلام الشيوعي، والهدف ديال هذا المكتب هو يدعم الأحزاب اللي كانت في الدول ديال أوروبا الغربية اللي كتبنى النظام الاشتراكي. إذن هذه هي الظروف أو السياق الذي جاءت به القطبية الثنائية. كتلاحظوا
البوادر بدات قبل ما تسال الحرب العالميه الثانيه، بوادر ديال الانقسام. الحدث الاول فرنسا رجعت اللور مع بريطانيا. الحدث الثاني بانوا جوج كبار، امريكان والاتحاد السوفيتي. الحدث الثالث جلسوا هاد الكبار في مؤتمر يالطا. الحدث الرابع بروز خلاف بيناتهم في هذا المؤتمر. الحدث الخامس الاتحاد السوفيتي غادي ينوض يزرب على دول اوروبا الشرقيه. ها هو وبان الانقسام ديال العالم، بوادره بانت مزيان. ها الامريكان غادي ترد عليه وتطلق عليه، تطلق عليه مشروع مارشال باش تحاصر الاتحاد السوفيتي وتحاصر المد ديالو. الاتحاد السوفيتي غادي يدير مكتب الاعلام الشيوعي باش يدعم الاشتراكيه في دول اوروبا الغربيه. وبالتالي هذه مجموعه من الظروف التي او السياق التي جاء فيها نظام القطبيه الثنائي. نعم مشروع مارشال دارته الامريكان، ساره الولايات المتحده الامريكيه اللي تلقات المشروع مارشال، وسمي بهذا المشروع باسم وزير خارجيه امريكا جورج مارشال. اذا هذه الظروف الا كانت واضحه طبي واحد باش ندوزو القطبيه الثنائيه. مراحل القطبيه الثنائيه، والله يرضي عليكم هذا الدرس خصكم تقراو على شكل محطات ولا على شكل مراحل. هذا الدرس خصنا نفهمو على شكل مراحل. الا فهمنا على شكل مراحل لان في الامتحان كيتحط لنا على شكل محطات. شي مرات انا غادي نزيد باش نشرح لكم، انتبهوا معايا. اذا هاد الاسباب اللي قلنا ولا هاد العوامل خلات العالم ينقسم لجوج، وريت لكم دوك الجوج. ها هما هادو، الاتحاد السوفيتي اللي كيتكون من عدد كبير من الدول، واحد 15 دوله ولا، ها والولايات المتحده الامريكيه. هاد جوج كيتدابزو، يعني بانوا من بعد الامريكان بحال هما بجوج مجهدين، يعني ماشي بحال دابا الامريكان متفوقه على الاتحاد السوفيتي على روسيا اقتصاديا، ومتفوقه عسكريا، ومتفوقه سياسيا. الامريكان اقوى من الاتحاد السوفيتي حاليا ملي كيتقارن. ديك الساعات لا، بحال بحال، ما تقول الامريكان مجهده ما تقول الاتحاد السوفيتي مجهده، بجوج بانوا مجهدين وبجوج كيسيروا العالم، الاشتراكيه والراسماليه. وهادو هاد القطبيه الثنائيه بدا الخلاف ولا بانت البوادر ديالها في 1947 واستمرت حتى 1989 سقوط جدار برلين. اذا من لهنايا حتى لهنايا ودامت الصراع تقريبا واحد المده ديال 42 سنه او 43 سنه. وهذه الحرب البارده، هذه المحطه من 1947 حتى 1989 فيها ثلاثه ديال المحطات. المحطه الاولى او المرحله الاولى، هذه المحطه الاولى كيسميوها بالحرب الباردة الأولى. هاد الحرب الباردة الأولى بدات في 1947 وكتستمر حتى مات ستالين. فاش مات ستالين في 1953 بقى كيخف التوتر نسبيا بشوية بشوية، وبالتالي كاين اللي كيقول هاد المرحلة من 1947 حتى لوفاة ستالين في 1953، والانفراج غادي يبان في الاواخر ديال الخمسينيات وبدايه الستينيات، غادي يبان واحد الانفراج وديك الزيار غادي يترخف شويه. وبالتالي غادي ندوزو من المحطه الاولى اللي سميتها الحرب البارده، فاش ترخف القضيه شويه غادي ندوزو للمحطه الثانيه. هاد المحطه الثانيه هي اللي غادي يسميوها بمرحله التعايش السلمي. هاد التعايش السلمي غادي يبدا من اواخر الخمسينات وبدايه الستينات. ها يمكننا نقولوا من اللي مات ستالين، ولكن ماشي بحرمات، يعني تل مات تل جا خروتشوف تل اواخر الخمسينات وبدايه الستينات غتبقى تتبان البوادر ديال التعايش السلمي. ها 1953 واستمر حتى 1975 نهاية حرب الفيتنام. ها تما بدات
بوادر ديال النهايه ديال التعالج السلمي. ثم غادي تجي المحطه الثالثه غادي يسميوها بالحرب البارده الثانيه. هذه الحرب البارده الثانيه كاين اللي كيربطوها ولا يعني مجموعه من المؤرخين كيربطها ب نهايه او الغزو ديال الاتحاد السوفيتي لافغانستان سنه 1979، وغادي تستمر لمده 10 سنوات حتى 1989 بسقوط جدار برلين. إذن عقلوا على ان الحرب البارده او القطبيه الثنائيه او الصراع ما بين القطبين مره من ثلاث محطات. شي مره في الامتحان شنو تيديروا لنا؟ تيقولوا لنا غتهضر على الصراع ما بين القطبين حتى 1975، وبالتالي خصك تهضر على المرحله الاولى والمحطه الثانيه ولا المرحله الثانيه. شي مره يقولوا لنا على الصراع ما بين القطبين حتى 53، ما يقولوكش الحرب البارده الاولى ولا يقولوك مظاهر الصراع ما بين القطبين الى غايه 1953، ولا يقولوك مظاهر الصراع ما بين القطبين الى غايه سنه 1975. اذا داكشي باش خصك تعرف كل محطه، تقرا الدرس على شكل محطات وتعرف كل محطه شنو وقع فيها. اذا نجي نشوفوا خصائص كل مرحله. اذا عرفتوا بان الحرب او القطبيه الثنائيه مرت من ثلاثه المراحل الى عاقلين عليها طابي واحد، هذه ديروها في دماغ. محطات الصراع ما بين القطبين مرات من ثلاثه ديال المحطات اساسيه، عقلوا عليهم صافي، عقلوا عليهم. محطه واحد الحرب البارده الاولى، محطه جوج التعايش السلمي، محطة ثلاثة الحرب الباردة الثانية. يعني حربين باردتين تخللتهما مرحلة التعايش السلمي. ونبداو بالمحطة الأولى، نهضرو على الحرب الباردة الأولى. هاد الحرب الباردة الأولى غادي نديرو نعرفوها تعريفها. إذا الحرب الباردة الأولى إلا بغينا نعرفوها هي صراع وتوتر، هي الصراع والتوتر الذي ميز العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي من أجل نشر كل طرف مبادئه على العالم دون المواجهة المباشرة، يعني دون الوصول إلى مرحلة المواجهة المباشرة. واستمرت من 1947 إلى وفاة ستالين. إذا قلنا هدى الله، إذا قلنا مراحل القطبية الثنائية، مظاهر القطبية الثنائية أو الصراع ما بين القطبين، لكن نهضرو على المراحل كاملة. ولكن لو قلت لك مظاهر الحرب البارده الاولى خصك تدري على الحرب البارده الاولى صافي. الا قلنا مظاهر الصراع ما بين القطبين، مظاهر الصراع ما بين القطبين كيمر في هذه المراحل اللي مر منها القطبيه الثنائيه، المرحله الحطه الاولى والثانيه والثالثه. ولكن شي مره يجيك السؤال مظاهر الحرب البارده الاولى ولا مظاهر التعايش السلمي، هي اللي غادي نهضروا على كل وحده بوحدهم دابا. ولكن لو قلت لك انا مظاهر الصراع ما بين القطبين غادي تهضر على كل شيء. راه دابا نصيحت لكم بموضوع مقالي فيه مظاهر الصراع ما بين القطبين، يعني خصك تهضر على كل شيء، هادشي الدرس كله صافي.
إذن هذا بالنسبة للتعريف ديالها، هي صراع وتوتر ما بين الميريكان والاتحاد السوفيتي. علاش الصراع وعلاش التوتر؟ من أجل كل واحد بغى ينشر الفكر ديالو والمبادئ ديالو على العالم. وعلاش تسمت باردة؟ لأنها لم تصل إلى المواجهة المباشرة. وشنو هي المرحلة ديالها؟ من إلى مظاهر الحرب الباردة. دابا ندوزو مظاهرها، مظاهر الحرب الباردة الأولى. إذا من المظاهر، شنو كنقصدو بالمظاهر؟ هي فين كيتجلى، أين يتجلى الصراع، فين كيتجلى. إذا من المظاهر ديال الحرب الباردة فين كيتجلى الصراع، أين هي، أين تتجلى، أين تتمظهر هذا، أو يتمظهر الصراع، ولا فين كيتجلى الصراع. إذا من بين تجليات الصراع هو الصراع الإيديولوجي، يعني صراع الفكري. كل طرف يحاول نشر أفكاره ويتهم الطرف الآخر بأنه هو الخاطئ وأن الأفكار دياله هو الصحيحة. ها، إذا الحاجة الأولى الصراع الإيديولوجي عن طريق تبادل الدعايات والاتهامات. كل طرف يتهم الطرف الآخر دعاية معادية للشيوعية، يعني دعاية من الرأسمالية تعتبر الشيوعية الهدف ديالها هو أنها غزات دول أوروبا الشرقية وستكمل، ولها المطامع ديالها هو فرنسا ونشر الفكر الشيوعي داخل فرنسا. ودعاية سوفياتية ضد الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الأمريكان تبث سمومها الرأسمالية في دول العالم. بالتالي كاين يعني تبادل الدعايات، تبادل الاتهامات ودعم للشراكية والرأسمالية في الدول. ورحنا هضرنا على الدعم ديال الرأسمالية، مشروع مارشال، أن الولايات المتحدة الأمريكية كدعم الرأسمالية من خلال مشروع مارشال، وأن الاتحاد السوفيتي كيدعم الاشتراكية من خلال مكتب الإعلام الشيوعي. وبالتالي هناك صراع إيديولوجي، وكذلك أيضا هناك صراع أو تسابق نحو التسلح، تسابق نحو التسلح النووي، خاصة النووي. ومن بين مظاهر التسلح النووي صناعة القنبلة النووية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية سنة، يعني بانت القنبلة النووية في أول استعمال لها في 1945، ومن بعدها بأربع سنين والاتحاد السوفيتي سنة 1949. يعني وحدة كتصنع القنبلة النووية كتبعها الأخرى، وحدة كتدعم الاشتراكية كترد عليها الأخرى. ثم تأسيس أحلاف، تأسيس أحلاف عسكرية. ومن بين أهم الأحلاف حلف الناتو اللي باقي لحد الآن، حلف الشمال الأطلسي الناتو أو النيتو اللي تأسس سنة 1949. حلف الشمال الأطلسي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية من طرف واحد العدد من الدول، فرنسا وبريطانيا، ويعني ضم تقريبا في البداية 12 دولة. وحاليا بقي هذا الحلف كيضم 30 دولة، أغلبيتهم كاينين في أوروبا. الدول اللي كينتميو لحلف الناتو، أغلبية الدول كتنتمي إلى القارة ولا كاينين في أوروبا، معظم. وباقي مستمر هذا الحلف إلى الآن، وهو سبب من أسباب الأزمة الأوكرانية حاليا وهذه الحرب الأوكرانية. أن أوكرانيا الحلف الناتو كان يرغب أو كان يريد انضمام بريد أوكرانيا، كان يريد يدخل معها أوكرانيا، وهذا ما رفضه الاتحاد السوفيتي
او روسيا، بقيت نهضر على الروس الاتحاد السوفيتي، وهذا ما بغاتش روسيا، ما بغاتش اوكرانيا تنضم الحلف الناتو لانه كيهدد السلامه والامن ديال روسيا، وزيد على ذلك مشاكل اخرى وغيرها. ولكن هذه من بين الاسباب، من بين الاسباب الاساسيه. اذا حلف الشمال الاطلسي، وهذا الحلف هو حلف عسكري، شنو الهدف منه؟ هو كيقول هذا الحلف بان اي دوله تعرضت لاعتداء فجميع الدول ديال الحلف غادي تنوض تعاونها وتدخل لحمايه هذه الدوله. فحلف الناتو كيضمن جميع الدول الاعضاء فيه الدفاع عليها في حاله وقوع حرب. وبالمقابل ديال حلف وارسو، حلف الناتو، الاتحاد السوفيتي، هذا حلف الناتو بزعامه الواو ميم الف، وغادي تاسس حلف وارسو. وارسو نسبة إلى مدينة وارسو عاصمة بولندا. حلف وارسو بسنة 1955 بزعامة الاتحاد السوفيتي. إذا كتلاحظوا بأن الصراع بين، التوتر بين، الخلاف بين، وهذه مظاهر كتوضح بأن كاين فعلا صراع، كاين فعلا توتر، كاين مظاهر ديال الحرب بارده. هادو يديروا النووي، الاخرين يتبعوهم بالنووي، هادو يدعموا الاشتراكيه، هادو يدعموا الراسمالي، هادو يأسسوا حلف، الاخرين يأسسوا حلف. اذا بين لكم مظاهر الصراع. وفي هذه الحرب البارده ظهرت ازمات ما بين الدول، ازمات حاده ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه، كادت ان تؤدي الى نشوب، يعني حرب تقدر تطيح، تؤدي الى حرب، خلافات حاده. بحال نقولوا هذه الازمه دابا ديال اوكرانيا، خلاف حاد ما بين الروس والغرب، ولكن الغرب يتجنب الدخول في حرب، ما يبغيش يضحي دابا، وما يبغيش يدخل في حرب مع روسيا، لان تقدر تتطور الحرب وتمشي بعيد وتؤدي الى ما لا يحمد عقباه، يعني الدمار ديال الارض. وكذلك ايضا حتى على المصالح ديالهم الاقتصاديه وكذا، الدول يعني كتجنب الحرب، وبقات غير التنديد والتهديد والتنديد والتهديد، ونديروا عقوبات وكذا. في حين ان الروس يعني اذا دخلوا الاوكرانيه، واخا ديك العقوبات تفرض عليهم، عرفتي الارض الاوكرانيه شنو فيها؟ العجب اللي في ديك الارض ديال اوكرانيا، من مصادر الطاقه، من معادن، من خيرات ديال سيدي ربي في الفلاحه، عرفتي اوكرانيا الكنز، ها بحال لا غتبقى تجمع انت الخير غير بالداب بالمعلقه، الارض الاوكرانيه كلها خير. وبالتالي عقوبات ديال الغرب تجاه روسيا ما لا تش... ما غادي ما غادي ما, ما تاثر فيهم والو. ورا قالها اليوم غير ترامب، قال لهم كان في شي دار شي لقاء ولا شي، قال لهم واش جوج دولار العقوبات ديالكم اللي غادي تفرضوها على اوكرانيا ما ساويش حتى جوج دولار مقارنه مع داك الخير اللي غادي يديه بوتين في اوكرانيا. فبوتين هو ذكي واقوى من الغرب. والمهم نكملوا. اذا هذيك هي، هضرنا دابا على تعريف الحرب البارده الاولى وعلى المظاهر ديال الحرب البارده الاولى. ندوزو الى ازمات الحرب البارده الاولى، ازمات الحرب البارده الاولى. وعقلوا على ان ازمه الحرب البارده الاولى هي جوج الازمات. الازمه الاولى هي ازمه برلين الاولى، ونوريكم باش تزيدوا تفهموا مزيان. اذا برلين هي العاصمه ديال المانيا، والمانيا كانت مقسومه ديك الساعات لجوج، ونوريكم المانيا الحلفاء فاش غلبوا الالمان في الحرب العالميه الثانيه قسموها ربعة ديال الاجزاء، جزء داته بريطانيا، وجزء داته فرنسا، وجزء يعني حتى تسيروا الامريكان، وجزء كيسيروا الاتحاد السوفيتي. وحتى العاصمه برلين قسموها بيناتهم الى جزء ديال الاتحاد السوفيتي، وجزء ديال فرنسا، وجزء البريطانيا، وجزء الولايات المتحده الامريكيه. وكانت مشاورات ومفاوضات او نقاش ما بين الامريكان والاتحاد وفرنسا وبريطانيا على انهم يوحدوا المانيا ويوحدوا الجزء ديالهم. و الاتحاد السوفيتي بفعل هذه الاجراءات اللي داروها
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ناضوا دار حصار على برلين، حاصر العاصمة، وهي جاية في النفوذ ديالو، في النفوذ الترابي ديالو. وخا هي عند فرنسا وبريطانيا حقهم هنا وامريكان، هو حاصرها وما خلاش الامدادات توصل للسكان ديال برلين. ومن بعد ولا كان ممر جوي، ان الدول ولات تربط علاقتها مع برلين الغربيه عن طريق جسر جوي. وغد تنتهي هذه الازمه بقيام الاتحاد السوفيتي بتاسيس دوله المانيا الشرقيه. ازمه برلين الاولى كانت في 1948 ميلاديه. الخلاف تجلى ولا تمثل في إعلان الحلفاء تأسيس ألمانيا الغربية، فرد الاتحاد السوفيتي بحصار برلين وإعلان تأسيس دولة ألمانيا الشرقية. هذه الأزمة الأولى، الحصار ديال برلين من طرف الاتحاد السوفيتي ومنع الإمدادات ديال الفرنسيين والأمريكيين والبريطانيين إلى ألمانيا، إلى برلين الغربية، مما أدى إلى توتر في العلاقة، وانتهى الأمر بتأسيس دولة ألمانيا الشرقية. ثم الأزمة الثانية هي أزمة كوبا، أزمة كوريا، مش كوبا، أو الحرب الكورية، الحرب الكورية. وهذه الحرب اللي دامت من 1953 إلى 1950 إلى 1953 ميلادية، من 50 53. ومن بين يعني الصراع في قيد جلة ما بين الامريكان والاتحاد السوفيتي هو تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لدعم كوريا الجنوبية في حربها ضد كوريا الشمالية المدعومة من طرف السوفيات والصين. يعني كوريا إذا من بعد ما تسمى كوريا كانت مستعمرة من طرف اليابان، ومن بعد ما سارت الحرب العالمية الثانية كانت كوريا الشمالية تحت وصاية ديال الاتحاد السوفيتي، وكوريا الجنوبية تحت وصاية ديال الولايات المتحدة الأمريكية، وغادي تنوض الحرب الكورية في 1950. ها لاحظوا الإنزال الأمريكي هنايا، والتقدم ديال الجيوش ديال الأمم المتحدة في أراضي كوريا الشمالية، والهجوم ديال الصين أو تدخل الصين لدعم كوريا الشمالية. ثم هذا الدعم غادي يولي يعني التفوق في 1951 ديال كوريا الشمالية والتوغل ديالهم في الأراضي ديال كوريا الجنوبية، وفي 53 غادي تسال الحرب ويعتبروا خط الهدنة، خط 38 درجة، خط يعني عرض 38 درجة شمال خط الاستواء، هو الحد الفاصل ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. إذن هادو الأزمات اللي كان. إذا الحرب البريدة دابا الأولى عرفناها، عرفنا مظاهرها وعرفنا أزماتها. إذا كان واضح طبي واحد، وندوزو للحرب التعايش السلمي. أدرس مرحلة التعايش السلمي، وحتى هو غادي نديرو تعريفه. ماذا نعني بالتعايش السلمي؟ بعد ما مات ستالين كنا كنهضروا على التعايش السلمي. فاش مات ستالين غادي يجي الرئيس الثاني ديال الاتحاد السوفيتي، الرئيس الثالث، لان كان لينين هو الاول، ستالين هو الثاني، غادي يجي خوروتشوف. خوروتشوف
غادي يحكم الاتحاد السوفيتي، وبعد ترومان غادي يجي ايزنهاور. ولاحظوا المواقف والسياسه اللي تبناها خروتشوف واللي ساهمت في ظهور الانفراج. لاحظوا انتم غير هاد الفكر اللي كان كيتبنى خروتشوف والكلام اللي قالوا والدور ديالو في الانفراج. اسمع، نظرة خروتشوف للعلاقة بين الدول: يعجبك جارك أو لا يعجبك فلست مجبرا على ربط صداقة معه، ولكنكما مجبران لتتعايشا جنبا إلى جنب، وإلا فما العمل؟ إذا كان كل واحد متشبتا بالمكان الذي هو فيه، وهذا أمر ينطبق بقوة على العلاقات بين الدول، فليس هناك سوى منفذين: إما الحرب في عهد الصواريخ والقنبلة النووية، وستكون نتائجها مدمرة للبشرية جمعاء، وإما التعايش السلمي سواء أعجبك جارك أو لا، فليس لديك سوى البحث عن فضاء للتفاهم معه، لأنه ليس لدينا سوى كوكب واحد. إذن تلاحظون من خلال الكلام أو الخطاب ديال خروتشوف اللي كان في 1956، خطاب خروتشوف 6 يوليوز 1956، فهناك دعوة في الخطاب ديالو إلى التعايش. علاش؟ لأن هناك توازن في الرعب، لأن هناك دمار شامل في العالم، صناعة أسلحة نووية في الأمريكان، الاتحاد السوفيتي، يعني كاين توازن في الرعب. إلى تلاقوا فغادي يوصل العالم، يعني ما كاينش، قال لك ستكون نتائجها مدمرة للبشرية جمعاء، فليس لدينا سوى البحث عن فضاء للتفاهم، وما عندناش يقول لك شي منفذين ولا عندنا فين نمشيو، ما كاين حتى شي حاجة، عندنا الكرة الأرضية ديالنا، هادشي اللي كاين، والو، ها؟ ما كاين حتى شي حاجة غادي نمشيو ليها. إذا إلا تشعلات في العالم غادي نفرقعوا هذا العالم. إذا الحل هو المنافسة السلمية الشريفة والتعايش رغم الاختلاف واحترام الاختلاف المتبادل على المستوى الفكري والاقتصادي والثقافي، والتعايش جنبا إلى جنب. إذا التعايش السلمي إلا بغينا نعرفوه هو التحسن والانفراج الذي ساد العلاقات الدولية بعد الحرب، بعد وفاة ستالين، واستمر إلى نهاية السبعينات. مظاهره، نسرعوا شوية باش نربحوا شوية الوقت، مظاهره كتجلى التعايش. إذا غادي نشوفوا فين كيتجلى التعايش، من الحوايج اللي كتبين التعايش هو النص اللي قلنا ديال خروتشوف، فهو يدعو بصريح العبارة إلى التعايش والمنافسة السلمية وتقبل الآخر. ها، إذا الحاجة الأولى، مظاهر التعايش، هو دعوة خروتشوف إلى المنافسة السلمية والتخلي عن الحروب والتنافس العسكري. هذه واحد. ثاني حاجة، الرئيس خروتشوف غادي يقوم بزيارة الرئيس ديال الأمريكان إيزنهاور. زيارة خروتشوف للرئيس الأمريكي إيزنهاور. عندنا انت كاع ولات تبادل الزيارات، يعني كاين تحسن، كاين انفراج. ها، كذلك ايضا عقد اتفاقيات دولية للحد من الأسلحة ومن التسلح وتحقيق السلام. ومن بين هذه الاتفاقيات كاينه اتفاقية سالت الأولى
اللي كانت في 1972، واللي كان الهدف منها هو الحد من التسلح النووي. يعني تفاهموا بيناتهم على انهم غادي ينقصوا من الأسلحة النووية والانتشار ديال التسلح النووي. كاين ايضا واحد المؤتمر في فنلندا، مؤتمر هلسنكي، واللي كان في 1975، واللي قروا فيه التنسيق بيناتهم، التنسيق والتعاون ما بين الامريكان والاتحاد السوفيتي في القضايا الأمنية واحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان. يعني قرروا أنهم يحترموا الدول وما يبقاش يتدخلوا في الشؤون الداخلية ديال الدول، يعطيهم اتساع. كذلك ايضا كان واحد الاتفاقية في 1959، واللي كانت حول الحد من التجارب النووية في الفضاء وفي اعماق البحار في 1963. كان اتفاق ما بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي على وقف التجارب النووية، لان كان اللي دار شي قنبله نووي ولا دار شي عجب كيمشي للقطب المتجمد الشمالي ولا الجنوبي ولا الاعماق البحار وكيفرقع الزمر. لان كان اتفاق على الوقف ديال التجارب النوويه، وكان اتفاق في 1959 على جعل منطقه القطب المتجمد الجنوبي هي منطقه ديال الابحاث العلميه ومنطقه دوليه. اذا كيبان بان في هذا الوقت كان تعايش، كان انفراج. ندوزو دابا الى الازمات ديال التعايش السلمي. واخا كان التعايش السلمي كانت فيه ازمات التعايش السلمي. اذا التعايش السلمي لم يخلو من ازمات، التعايش السلمي لم يخلو من ازمات. واخا كان بيناتهم تعايش، ولكن كانت بيناتهم مجموعة من الأزمات اللي بانت في الوقت ديال التعايش. الأزمة الأولى هي أزمة برلين الثانية اللي كانت في 1962، عفوا في 62 هي أزمة الصواريخ بكوبا. هنا هذا 1963، وماشي ضروري على عقلتي غير على هاد الجوج، اتفاقية سالت ومؤتمر هلسنكي، فكيبينو بلي راه كاين انفراج وكاين تحسن وكاين تقارب ما بين الدولتين. أزمة برلين الثانية كتمثل في بناء جدار برلين. إذا الرئيس ديال الاتحاد السوفيتي خروتشوف أمر ببناء جدار سور كيفصل ما بين برلين الشرقية وبرلين الغربية في العاصمة ديال ألمانيا حاليا برلين، واللي كان ديك الساعة مقسومة غادي نوض يبني سور. علاش؟ باش يمنع السكان ديال برلين الشرقية من الهجرة إلى برلين الغربية، لأن برلين الغربية كان فيها تقدم وفيها نظام رأسمالي وفيها حرية وملكية خاصة، برلين الشرقية فيها نظام اشتراكي، وبالتالي هجرة الألمان أو الألمان اللي كانوا في ألمانيا برلين الشرقية إلى ألمانيا الغربية إلى برلين الغربية، والاتحاد السوفيتي لمنع الهجرة بنى السور ديال برلين. هذه الأزمة الأولى. الأزمة الثانية هي أزمة كوبا. هتشوفوا فين كاينة كوبا باش حيت تسمع هاد الأزمة تعرف الآخر. إذا كوبا ملي كنشوفوا هاد الخريطة ديال العالم، لاحظوا بأن الأحمر هو اللي تابعين للاتحاد السوفيتي، وهنا كاين واحد شوية الأحمر، هنا كاينة كوبا.
شنو دارت الاتحاد السوفيتي؟ لقات الامريكان بان كوبا دايره هنايا قاعده عسكريه في الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي القاعده العسكريه نصب فيها صواريخ في كوبا. الاتحاد السوفيتي داير صواريخ في كوبا والمدى ديالها غادي يوصل حتى للقاره الامريكيه، كتوصل حتى ل 1800 كيلومتر ملي تلقات وصل 1800 كيلومتر. وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه ما عجبهاش هذا التصرف وعاقت بكوبا بالاتحاد السوفيتي وحصرت كوبا وقالت الاتحاد السوفيتي غادي تجمع الصواريخ ديالك ولا غادي نجتاح كوبا، دخل لكوبا شي فكك هاد القواعد العسكريه. وغادي يكون النهايه ديال هاد الازمه بسحب الاتحاد السوفيتي صواريخه من كوبا. اذا هذه الازمه الثانيه. الازمه الثالثه ازمه كوبا واللي كانت في 1962. الازمه الثالثه هي حرب الفيتنام واللي دامت من 1954، كاينه في مصادر 54 وكاينه 55 في نوفمبر 1955 وفي مصادر اخرى لقيت 54. المهم 1954 الى 1975 يعني مده طويله. وهذه الحرب ديال الفيتنام كتمثل في تدخل او الخلاف او الازمه كتمثل في تدخل الولايات المتحده الامريكيه لدعم الفيتنام الجنوبي ومحاصرة الشيوعية في الفيتنام الشمالي. ومن أخطر الحروب اللي عرفها العالم في هذه الوقيتة هذه الحرب ديال الفيتنام. علاش؟ لأنها خلفت واحد العدد كبير من القتلى. الفيتنام يعني ماتوا فيها بزاف الناس. لاحظوا الفيتنام الشمالية ماتوا فيها أكثر من مليون دخلق، والمدنيون ماتوا فيهم 430 ألف، وفيتنام الجنوبي مات فيها 254 ألف واحد، والجنود الأمريكيين ماتوا 56 ألف. وتمكنت الفيتنام الشمالية يعني من إعطاء دق القوات الأمريكية، وخا كانت خسائر بشرية جمة في هذه الحرب ديال الفيتنام، إن أن الفيتناميون كانوا صامدين وتمكنوا من التفوق ومن طرد الأمريكان من الفيتنام الجنوبي وتوحيد الفيتنام في 1975. توحيد الفيتنام الشمالي مع الجنوبي في 75 واللي كيتبنى النظام الشيوعي. لا ماشي 65، 55. الحرب ديال الفيتنام بدات في 1955 وبالضبط كاينه في مصادر في 54 واستمرت واحد المدة ديال 20 سنة، لأن كانت في 1945 دخلت الفيتنام فرنسا، لأن كانت محتلة قبل ديال فرنسا ورجعت فرنسا ليها بعد يعني اندحار ديال اليابان. واستمرت الكفاح في الفيتنام حتى 1954 وتم طرد القوات الفرنسية، وعاودتاني الأمريكان نطت الدعم الفيتنام الجنوبي اللي اسس حكومه ديالو انشق على الفيتنام الشمالي. وباش تحاصر الشيوعيه الولايات المتحده الامريكيه بقات تدعم الفيتنام بالقوات بالامدادات الاقتصاديه بداكشي اللي كيحتاج، وشبكات حرب مدمره دامت واحد 20 سنه تقريبا وانتهت بتوحيد الفيتنام وتكوين حكومه شيوعيه فيتناميه. اذا ثلاثه الازمات لميزات التعايش السلمي. وندوزو بسرعة للحرب الباردة الثانية، مفهوم؟ إلا كان مفهوم طبي واحد. إذا باش نقولو التعايش السلمي بدا ها الفترة فين بدا، من نهاية الخمسينات وبداية الستينات نهاية السبعينات، مظاهره داك التقارب داك الانفراج في العلاقات الدولية. والأزمات ثلاثة الأزمات إلا كان مفهوم طبي واحد. وندوزو لمرحلة أدرس مرحلة الحرب الباردة الثانية 1979 1989. عييت ولكن غادي نزيد نصبر معكم، ما غاديش نطول واحد 5 دقائق.
ونوقف اللايف لان راني عييت بالهضره. هاد الحرب البارده ما فيهاش، ما غاديش نهضروا على ازماتها، غادي نهضروا على تعريفها، ها، وغادي نهضروا على مظاهرها. التعريف ديالها هي الصراع والتوتر اللي غادي يبرز من جديد بعد غزو الاتحاد السوفيتي لافغانستان. اذا اعتبر الغزو ديال الاتحاد السوفيتي لافغانستان في 1979 بمثابة الشرارة لنهاية التعايش السلمي وعودة التوتر من جديد. حرب كوريا هي اللي سبقات عجا، وبناء يعني هذيك راه كانت في 50 53 والاخرى كانت في 54 حتى ال 75. سالت كوريا عاد جات حرب الفيتنام، ولكن حتى الفيتنام راه كان تيدير مقاومه ضد الفرنسيين قبل ما تبدا هذه الحرب الاخرى. نعم، اذا قلنا بدات هذه المرحله التوتر والخلاف رجع من جديد بعد غزو الاتحاد السوفيتي لافغانستان في 1979، واستمرت هذه المرحله الى سنه 1989 بعد سقوط جدار برلين. إذا الحدث اللي كيشكل النهاية ديال هاد المرحلة هو السقوط ديال جدار برلين. عرفتي؟ المظاهر ديالها كتمثل في الصراع اللي غادي يرجع في مختلف الميادين. غادي نهضروا على الجانب العسكري، كيتمثل في وقف المفاوضات والسباق من جديد نحو التسلح، سباق نحو التسلح، وقف المفاوضات اللي داروها من اجل الحد من التجارب النوويه والحد من الاسلحه النوويه. وزاد اكثر من هادشي الامريكان اطلقت برنامج الدفاع الامريكي اللي كنت تسماه بحرب النجوم. ولاحظوا معايا نشر الصواريخ باوروبا خلال مرحله الحرب البارده، ها، كل واحد كي يدير صواريخ تجاه او ضد الاخر. والولايات المتحده الامريكيه اطلقت برنامج الدفاع اللي سمته بحرب النجوم. حرب النجوم وهي مبادره ديال الدفاع طلقته الولايات المتحده الامريكيه، واعتمد على الاقمار الاصطناعيه او استعمال اللي كيتسمى نظام الاستشعار عن بعد. الاقمار الاصطناعيه ولا تضدها الولايات المتحده الامريكيه والاستشعار عن بعد من اجل حمايه الفضاء الامريكي من الصواريخ الباليستيه ديال الاتحاد السوفيتي. اذا ولا صراع وتنافس حاد عسكري، ولا تنافس ايضا سياسي وايديولوجي، بحيث ان كل طرف ولا كيحاول ينشر الفكر ديالو والمبادئ ديالو في العالم، وكل واحد يحاول يكسب مؤيدين جداد. وكاين ايضا تنافس رياضي، برز تنافس رياضي حول سعي كل طرف الى تسجيل اكبر عدد من الانتصارات ومن الالقاب الرياضيه. وبرز ايضا الخلاف الرياضي مزيان، فاش كانت الالعاب الاولمبيه في موسكو سنه 1980 والولايات المتحده الامريكيه قطعت هذه الالعاب الاولمبيه ما مشاتش ليها. وعاود بالمقابل كانت الالعاب الاولمبيه في 1984 في لوس انجلوس في الولايات المتحده الامريكيه، ورجع عاوتاني الاتحاد السوفيتي قطعها، وبالتالي رجع التوتر والخلاف. وهذا التوتر والخلاف غادي ينتهي في 89 بسقوط جدار برلين ونهايه القطبيه الثنائيه. ما غاديش يبقى الصراع ما بين القطبين.